احنا دارسين نفسيه الشعب المصري. الشعب المصري كله ماسك في دير الحكومه كانها عمه اللي خلفته، حتى لو الحكومه دي ماشيه على حل شارع. وانا مش عايز حد يفهمني غلط لما اقول الفن في مشكله، عندنا مشكله الحقيقه. عايزين نرجع ل يعني الناس تبدا بقى الحاله الطبيعيه. الفن المصري او الفن في مصر هو الفن. احنا من كلنا بنشوف عباره في احد القنوات يقول الزمن الجميل. طبعا مش كده؟ ايوه حضرتك هتقول حاجه تاني ولا خلاص؟ ما انا ما اعرفش حاجه، انا ما اعرفش حاجه تاني. مصر ولاده، كل يوم فيه جديد، وكل يوم فيه نجوم، وكل يوم فيه ملوك. ليه؟ الفن. ولما الفن يعني يتراجع بيبقى فيه مشكلة. لازم وقفة، وقفة جادة مننا كلنا بالمناسبة. طب مكسوب من انا مش فاضل الكلام الفاضل ده. استنى بس يا ليه، بس عايز اقول ان انا شايف ان في الفن دور كبير قوي في الحالة اللي احنا وصلنا لها خلال السنوات اللي فاتت. شغلنا بقى عارف، بس ده اول تعامل بينا كمال بيه. لما توارى الفن سمحنا الناس انها تتكلم في حقنا وتتصدى للمشهد، يقولوا شوفوا بيعملوا ايه، شوفوا اللي بيقدموه شكله ايه. دي طريقه يعني ما ان احنا ندفع ثمن سكوتنا 30 سنه. يا ريت ما نسكتش 30 سنه تانيين علشان نرجع ندفع نفس الثمن تاني. وانه عمرو واكد وصل لمرحله من الكره لهذا البلد بتخليه غير متزن، خلى البلد خصم. ترشيح الفريق السيسي الناس عايزه ترشحه ليه يا جماعه؟ الراجل طلع وعمل يعني موقف يشكر عليه جدا، وراجل صادق جدا. احنا مش هنقلاش فيك واحد طابق. لما يحصل معايا كده يا ريس وانا راجل كنت من الناس اللي مأيداك بقوه وبدافع عنك بقوه، ويتعامل معايا كده وانت لا تفعل لي شيء، هذا الكلام مرفوض تماما. خلى البلد ايه؟ ما خلاش السلبيه خصم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتحب الشغل الضيق اللي هو بتاع طك بين ما يضرب ولم والحاجات دي؟ والله انا ما اقدرش اقول لك انت فنان فن العار، ما اقدرش اقول كده لان مؤدب، يعني انا متربي ومؤدب، لكن بقول لك يا استاذ ايمان ولا ما اعرفش بيقول عليك ايه اصلا. برافو عليك، برافو عليك. يبقى لا مؤاخذه وده ما كانش كويس. كل الطرق اللي السيسي بيحكم بيها هي طرق الفكر الامني البحت التي لا تحل شيء، لذلك طلعت كذا مره قلت دوت، وده راي معروف يعني. هو اللي خسر، لكن البلد مش خصم. مذكرات شاذ. خالد ابو النجا اللي هربان بره يمارس كل ما يستلذ به. ليه انا كنت جيت ناحيتك اتليه بقى واقع ساكت؟ الممثل الفاشل الذي ليس له سيره ذاتيه اذكرها، كومبارس اسمه محمد شومان. دي في حاجه؟ هو في مشكله كده سعادتك؟ هل فعلا في مصر في حرص شديد على الحريات ولا لا؟ الله ينور عليك، الله ينور. اسمع بقى يا سيدي الخطه. صباح الخير. صباح الخير. عايز ايه من ام محمود؟ باشا استعجلش على الاسم، هتعرف كل حاجه في وقتها. والله ما خدنا سمكه من قلب البحر يا باشا. اللي جابك هنا؟ والله ما خدنا سمكه. ايه ده، هات العيال دي. تعال تعال. اتفضل. والله العظيم هقول الحق. ما تضيعش وقتك سعادتك، خلاص خد ابنه مكانه. خد ابنه مكانه ما ينفعش يا باشا. ازاي؟ القضاء ليه احترامه. انت كده كده هتلفق لي القضيه. احنا ما نجيبش حد الا اذا كان متورط. طبعا ما هو ده وقت العياط واللطم. شوف يا باشا، عندك تلاجة وغسالة، ولو يلزمك قوي انا عندي جوه عصار الجزر. انا ما بظهرش لحد، طالما شفتني تبقى انت عامل مصيبة في البلد. مفيش حد هيخرجك من هنا يا شاكر، مفيش حد فوق القانون. مفيش قوة في العالم يا بركات هتمنعنا ان احنا نطبق القانون. حبيبي يا سالم، اوعى تمشي ورا كلام الست السورجيه اللي جوه. احنا لا رحنا امن الدوله، ولا حد ضربنا، ولا حد اغتصبك، ولا حد. سيح سيح، ان انا كنت هغتصب. سيح. هنفضل احنا العفاريت اللي بتخوف اي حد ناوي على شر، ويعملوا لنا الف حساب في النور قبل الظلمه. يا لهوي يا جماعه، هو في ضرب كده؟ ده احنا ولا ما نكون في العراق. امال ده انت ايه يا ملت ابوك؟ ده ده ايه يا بكر؟ هو انا عارفه يا حير عشان اقف يا باشا؟ هو اللي حصل يتحكي يا باشا. متشكرين يا رجاله. ايه اللي بتعمله ده يا زكريا؟
الباشا، الباشا والاتنين اللي معاه دول جم خدونا يا بيه من البيت من غير حتى ما اغير اللي قلت قارين يا باشا، وعدموني العافيه فوق الركب وتحت الركب، انا بقيتش نافع يا باشا. يا سلام، مش حلو الدخل يا عبه، ومتهيألي مش هتوصلك لاي حاجه. كنت فاكر هتهرب ها؟ ليه؟ بعون الله مصر فيها رجاله. المطلوب منك انك تحكي لي، انا عارف كل حاجه. ايه اللي بتقوله ساعتك ده يا باشا؟ اللي سمعته. ايوه يا باشا، بس ده ما حصلش. محدش يعرف ما حصلش غيرنا. يعني ساعتك عايز تشيلها انا؟ سيبوه يبقى من غير اي تحيات، خلي عصابه تنهار. احنا مالنا ومال اهلك؟ احنا بنحاسب اللي بيغلب بس، انما اهلك في عينينا ونحميكم كمان. مشكلتك تحلها معايا انا بس، عيالي ما لهمش اي ذنب. واخويا كمان ما كانش ليه اي ذنب. يا اخي افهم بقى، انا ما قتلتش اخوك، انت ليه عايز تلبسني جريمه ما عملتهاش؟ زي ما انت صممت انك تلبسني جريمه انا كمان ما عملتهاش. انا مش هسيبك لا انت ولا الاخوه اللي معاك تعمل اللي انتوا عايزينه في البلد. تفتكر ايه اللي يخليني عاقل يا باشا؟ بلد اديتني حقي مثلا، وصفتني منك ومن اللي زيك اللي ممكن يغيروا مصير بني ادم بجره قلم، تتحكموا في مصاير الناس وانتوا قاعدين في مكاتبكم. ظلمه. ده ارهابي عشان انت عايزه كده، وده خطر على امن الدوله عشان زمايلك عايزه كده. انا مش هقولك على السلاح ولا المتفجرات اللي انا في بيتك، ولا هقولك زعل وحش، ولا هقولك نفس طويل. اللي عايزين تطلعوه فوق بتطلعوه فوق، واللي عايزين تنزلوه تحت بتنزلوه تحت، والناس مش مهم في 60 داهيه الناس. وخليك فاكر حاجه يا شحاته، انا اللي دوري احدد اذا كنت متورط في تنفيذ العمليات ولا دورك على قد حراس المخزن بتاعه، هتفرق في موقفك في القضيه. الله الله، اتفضل روح وما تجيش غير لما اطلبك. وانت يا جاد كمل تحيه معاه. تحت امرك يا باشا. معانا النجم الكبير الممثل ياسر جلال. الفتوة ياسر جلال. ياسر جلال برحب بك ياسر. يا حتى وشخة انا اولا من الكلب وش عبدالله يا حتى ما فيهاش راجل. ايه ده؟ ما يصحش كده. انا قاري وراسي على الدور كله يا برنس. يقول لك الرئيس سايب اسكندريه وقاعد. ايه الشغل ده؟ انت بتحب الشعر؟ انا ايه اللي كلماني على البحر غير الشعر؟ ناس شبعت من الجوع وشربت من العطش. انت هتسكت يا باشا على المهزله دي؟ بس انا مش هسكت. لو انت هتسكت انا مش هسكت. بيعايرونا بفقرنا وديني وايماني ما هسكت. بس انا مش هسكت يا بنت. هو الخالق الناطق ياما. لا مش قوي كده يا بنت. هو يا بنت يعني كان بيراودني الحلم انك تعملي بطوله او تعملي دور رئيسي في عمل، بس ما كانش ده كان كل همي بصراحه. ياما لا مش قوي. ايه يا جدعان، انا شبه خروف عندكم ولا حاجه؟ طيب اولادك ثلاث اولاد، محمود ده الكبير، مصطفى ده اللي بعد منه، حسن الثالث، وايه الاخيره. مصر بخير. طب كويس. ستات مصر طبعا هم زينه المجتمع بتاعنا يعني. قلت المفروض الراجل لما يكلم الست يحط ايده ورا ظهره، فالناس ضحكت. خير يعني؟ خير يا عم، خد بالك منها فتاح يا عم. خلي ايدك ورا ظهرك يا سيدي، اتكلم كويس. الست دي علمتني الزهد والتجرد، طول عمرها مستشاره وحكيمه. الرجوله مش الرجوله حاجه تانية خالص غير اللي الناس عارفاها في مصر. والله صحيح انا بس عايز اضحك يعني. برنس في الشاشه وبره الشاشه وجنب الشاشه، النبي ما تقتلني انا اسف. خلاص لو عرضوا عليك منصب وزير الدفاع ما ترفضش. ازاي الكلام ده يا فندم؟ عارفين دي مسؤوليه ضخمه انا مش قدها. اتوكل على الله ونفذ. تمام سيادتك. بالمناسبه أنا بقالي 50 سنة بتعلم يعني إيه دولة. 50 سنة. حاضر يا أمير، بس ربنا يقدرني وكل حسن ظن. مش بحاول أقول لكم إن أنا لازم ناخد قرار مصيري.
استاذ زياد نرجع بيه. لا لا خليه، عندنا قضايا كتير وعايزين اللي يشيلها. انا الشط يا ناس، انا الشط يا بساريا يا ولود البساريا. معلش حبيبي استاذنك بس اخطف المغرب. بقولك يا ريس خد عمري يا باشا. سيادة اللواء علي فوق موجود يا باشا. سيادة الفريق اهلا. اهلا سيادة الفريق. اهلا دكتور. 10 سنين تقريبا ما تقابلناش، بس تصدق لاقي عليك الجو الجديد ده. المهندس خالد شاطر، دي شخصيات مش مجرد اللي انت شفتها، انت يا بتحبه يا بزعلان معاه يا قلقان منه. دي ناس من وسطينا تربت في وسطينا، جنحت بيها دماغها وديتها في سكه تانية. هم شافوا ان احنا مش على حق واحنا شفنا ان هم مش على حق. تعلمهم الحقيقه، العلم، العلم الحقيقي. انا مش عارف اعلم. كانوا في القران يقولوا فسحروا اعين الناس. سحروا اعين الناس، يعني ايه سحروا اعين الناس؟ يعني خدعوهم، ضحكوا عليهم ويقولوا لهم ويشوهوا الحكايه ان الحكايه كانت كده واحنا كنا كده، وبالرغم من كده عملنا كده، ودي المعجزه. واللي انتوا عملتوه وسجلتوه وطلعتوه للناس والله دي الحقيقه. قول لي يا سمسم، انتوا ليه مش عايزين تسهروا قدام الناس وتواجهوا الحقيقه عادي؟ الحمد لله احنا قاعدين دلوقتي في بلد بيتطور، بلد كلنا نقدر نبقى فخورين. مش هاكل، مش عارف اهلك، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. المصري ما بيتفسحش، المصري ما بيتفسحش عشان مش لاقي، عايز ياكل. اعمل ايه في 2.5 مليون اللي بيتولدوا كل سنه؟ عايزين يخشوا مدرسه، وعايزين يتعلموا كويس، وعايزين ياكلوا كويس، وعايزين يتعالجوا كويس. حد يقول لي اعمل ايه؟ احنا بلدنا مش لاقيه تاكل. مساعدين ساعدونا يا ابني. امال انت هتعمل ايه؟ اموت او اعيش بس اعيش بكرامه، او اموت بكرامه، بس انا مش هبقى مذلول لاي حاجه ولا اي حد. بلاش الافكار السلبيه دي، مش دايما احساسنا بنفسنا بيبقى صح. الموضوع اللي حصل فيه تهديد مباشر للجيش. شهادة لهذا مش عايزين صدام مع الجيش. انت متاكد من كلامنا؟ هو ده اللي حصل سعادة. قسما بجلال الله 45 دقيقة، 45 دقيقة يعمل لي بإيده كده. أكرر، إحنا مش عايزين صدام مع الجيش. 45 دقيقة يقول لي هنقتل وهنجيب من كل حتة وهتولع الدنيا. تعرف يا ابني أنت إيه مشكلتك؟ أنت مشكلتك إنك اتفرجت على أفلام هندي كتير. 45 دقيقة وأنا ده تحذيرا من التدخل والانحياز للشعب المصري ولا كان بيتقدم بصدد إيه؟ نعم. بعدين ده تهديد واضح. صحيح، وأنا بطبيعتي بخاف. ودهمت. طب نحلال تسأل كل خير، ليه أنت تفل حاتم بيه؟ أنا بقسم بالله، عشان في ناس كتير يقول لك إيه ما تطلعوا لنا الحاجات دي. في حاجات كده يا منصور الواحد أحسن ما يعرفهاش. أنا أقسمت بالله عشان أنتوا هتلاحظوا إن رد الفعل على المسلسل ده حالة من الاستنفار الشديد من جانبهم. لا يا حبيبي، الناس اللي عملت ثورة على الأمن الوحش هي اللي بكرة هترجعنا مرفوعين الراس لما تجرب الأمن الحلو. السلطة دي هتضيع قصاد الملايين اللي في الشوارع. العدد اللي نزل الشارع ده فوق خيال الكل. فوق خيال الجيش. مش فاهم يعني لا شمت ولا انتقمت. واعتبره ان ده تحذير. الموضوع ده لازم يتلم، ولو ما تلمش يبقى التغيير لابد منه. اظن حضرتك اتاكدت من ده بنفسك. 45 دقيقة يعمل لي بايده كده. هناك نقطة عميقة في عين الكاذب لا تملك ابدا القدرة على الكذب. ده الوزر، هي دي المصيبة، دي التجارة بآلام الناس. أظن مفيش أوسخ من كده موتة. إيه؟ امشي بقى. طيب. امشي بقى. السلام عليكم. أنا كنت أنا بقى. إحنا نلفك في سجارة من غير تبقى. وإن اصحى.
احنا ولاد رزق. انتوا تمام، انتوا تمام قوي. خمسة بالحب.